أكدت وزارة الصحة أن الميزانية المخصصة للأدوية كافية لتوفير جميع أنواع الأدوية وما يستجد منها، علاوة على توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية. وخلال الاجتماع 74 للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر عن بدء الكويت في إجراءات تفعيل نظام الملف التقني الموحد حسب قرارات وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. جميع الأدوية التي تدخل في الخليج وتسجل مركزيا وطرفيا بالدول، مهمتها تأكد من سلامة الأدوية من ناحية التصنيع الدوائي الجيد وزيارة المصانع الأدوية في العالم أينما كانت، التي يعني لها رغبة في تسويق أدويتها في دول الخليج العربي. وأيضا مهمتها ملاحقة الآثار الجانبية وتسجيلها ما بعد التسويق، وكذلك تسجيل أي مستجدات على الشركات وإبلاغ الدول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الفنية والإدارية وغير ذلك.